مساء الخير كل الأديان وصتنا بطاعة الأهل والإحسان ليهم سواء بقى وإحنا صغيرين أو وإحنا كبار وإننا نطاعهم في كل حاجة يقولوا عليها إلا الكفر حتى دي لما تحصل نرفض بس بأدب بالمعروف بس جوز ابتسام بطل القصة حقيقية النهاردة بيقول لها لو شفت أمي متقطعة حتت على الطريق مش هلمها ابتسام بقت مرعوبة منه ومش عارفة تعيش معاه اختها نجمه هي اللي بعتت لنا مشكله عشان نحاول نساعد اختها والسؤال دلوقتي ايه اللي يخلي ابن يقول كده وايه اللي ممكن يوصله انه يقول لو شاف امه متقطعه حتت مش هيلمها طب هل هو بالاسوه دي ولو هو بالاسوه دي فعلا ينفع هي تعيش معاه وعشان نعرف نجاوب على الاسئله دي تعالوا نعرف القصه من الاول اسمي نجمه والمشكله اللي بعتها لكم النهارده مش مشكلتي دي مشكله اختي ابتسام وجوزها وقررت اكتب لكم عنها لما لقيت اختي تعبانه نفسيا وبقيت حالتها هي واولادها الاثنين لا تصور لعدو ولا حبيب وما حدش فينا انا واهلي عارف يساعدها ازاي وعندي امل ان ربنا يبعت الحل على ايديكم ابتسام اختي يا سالي تبقى هي الكبيره في اواخر العشرينات من عمرها واتجوزت من واحد قريبنا سكنت معاه في بيت عيله قبل الجواز كان شخص كويس جدا متدين وبيصلي وعارف ربنا حافظ جزء كبير جدا من القران كان حد محترم بصراحه ودايما مهتم بنفسه وبيته كان محافظ على اختي كويس وكل حاجه كانت ماشيه تمام التمام بعد الجواز بفتره حاله اتقلب بعد ما اهله بهدلوه وزلوه لما الدنيا دقت عليه شوية لما بقى محتاج مساعدتهم عشان يقدر يقوم بالتزاماته ومسؤولياته تجاه بيته هو دلوقتي نقل من عندهم راح سكن برة عشان يحافظ على كرامته بعد ما لقى إن الأهل اللي المفروض يكونوا حنينين عليه ويقفوا جنبه في شدته بيعملوه كأنه غريب وكان متوقع إنه لما يبعد عنهم ممكن يحسوا بغلطتهم يبعتوا يصلحوه لان زي ما بيقول المثل الدم عمره ما يبقى ميه بس هم اثبتوا ان هو بقى ميه فعلا سابوه ما سالوش فيه فضل متبهدل ومتمرمط لفتره لدرجه ان هم ما كانوش عارفين اذا كان حي ولا ميت مع انه الشهاده لله طول عمره كل همه في الدنيا ان هو يراضي اهله وامه وابويا سالي كانوا اهم حاجه عنده هم واخواته كان بيتهم بشكلهم قدام الناس، ما يقبلش ان حد يجيب سيرتهم بشكل وحش حتى لو غلطانين، ولما كانت بتطلع منهم تصرفات مش كويسه في بدايه جواز اختي ما كانش ينفع ابدا ان اختي تيجي عندنا وتشتكي منهم، ولو ده حصل كان يزعل منها جدا، ما كانش يحب حد يعرف اي مشكله عنه وعن اهله، وبعد كل ده فجاه لقى نفسه بيتعامل منهم المعامله دي. بس غريب جدا التصرف ده، تصرف اهل جوز اختك يا نجمه. بس هما بيعملوا كده ليه؟ ما هو مش معقول فجأة كده يتغيروا طب أكيد في سبب وبعدين سابوه كده إزاي؟ زي ما أنت بتقولي متبهدل على طول طب ليه؟ تعالوا نكمل بكل أسف يا سالي الدنيا فضلت تضيق عليه لحد ما اضطر يرجع البيت تاني بعد ما فشلت كل محاولاته أنه هو يعيش كويس رجع مكسور وأنتوا عارفين كويس يعني ايه كسره راجل قدام نفسه قدام مراته واطفاله الاثنين كل ده اثر في نفسيته جامد خصوصا ان اهله بعد ما رجع بقوا يعاملوه على انه مش موجود ده غير بقى ان الكلام اتنطور وخلاه يحس إنه اقل واحد فيهم من ساعتها يا سالي وحال جوز اختي اتقلب تماما بقى واحد تاني غير اللي عرفناه بقى هو اللي بيحكي للناس عن اي حاجه خاصه باهله بعد ما كان دايما صاين اسرارهم وخصوصياتهم بقى مليان كره وغضب وقسوه لدرجه ان اختي بقت تخاف منه ولما تيجي تحاول تهديه وتقول له على الاقل خليك في حالك بلاش الكره ده كله يرد يقول لها لو شفت امي متقطعه حتت على الطريق مش هلمها ولو ابويا وقع في ضيقه واحتاجني عمري ما هقف جنبه بقى كل همه يشوف اهله متبهدلين من كتر اللي شافوه منهم لحد ما نار قلبه حرقت البيت وحصلت مشاكل كتير بينه وبين اختي، بقى طول الوقت عايش في عالم لوحده واختي ولا كانها موجوده في حياته وعنده بنت وولد ما بقاش يقعد معاهم ويربيهم ما بقاش عارف عنهم حاجه، بقى عادي يبات بره البيت واختي ما تعرفش هو بعيد فين وبيعمل ايه، بقى يدي الفلوس ويقول لها يلا ماشي نفسك بيهم من غير ما يتابع ويعرف اي حاجه لما اختي تقول له مثلا ده حد من اهلك او اخواتك قال لي حاجه اي حاجه مثلا يقول لها اضربيه باللي في رجلك دخل في مرحله صعبه مع نفسه مع اهل بيته واولاده ومراته تشوفيه تلاقيه مبهدل في لبسه عنده كل حاجه بايظه في البيت ما بقاش بيصلي دايما رفض الاكل مش عايز يسمع اي كلام من اختي مش عايز يعرف مشاكل عن حد عايز دايما يقعد يضحك ويتكلم والناس تسمعه بس لما أختي تبكي من كتر الضغوطات اللي عليها تحاول تكلمه وتعقله يقول لها أنت اللي فيك العيب أنت اللي مبهدلاني مش عارفة تحتويني وهي يا عيني بتعيط كتير مش عارفة تعمل إيه وأهلي قالوا لها تعالي اقعدي عندنا وسيبيه ردت عليهم وقالت لهم كل اللي حصل ده بسبب أهله أنا جوزي ما كانش كده دفعت عنه رغم أنه جاي عليها وهي مظلومة ومتبهدلة معاه جدا استحملت عشانه كتير هي دلوقتي مش عارفه تعمل ايه لا عارفه تساعده ولا عارفه تشيل مسؤوليه البيت لوحدها ولما بيني وبينها قلت لها تصبر شويه ردت وقالت انا كده مش هصبر عليه لوحده انا بقيت بصبر عليه هو واهله اللي بيعملوه فيا برضو مش شويه وطبعا عندها طفلين حالتهم مش مستقره بسبب اوضاع البيت واللي بيحصل فيها وعلى فكره مش بقول الكلام ده من باب اني بشتكي منه انا بقول الكلام ده وقلبي بيتقطع على اللي وصل له لاني عارفاه من زمان ما كانش كده خالص صعبان عليا كان محترم وطيب وبار باهله يتحول التحول ده لحد ما هيضيع نفسه وهيضيع بيته من ضمن كلام اختي معاه هي واهلي انه بيمر بمرض نفسي محتاج لعلاج بس هو رافض للكلام ده تماما ومش عايز يروح لدكاتره مش حاسس بنفسه ولا بالحاجات الغير طبيعيه اللي بيعملها واحنا عايزين نساعده من بعيد عشان البيت ما يتخربش والاطفال ما تتبهدلش قولوا لنا نعمل ايه لحد هنا وخلصت رساله نجمه رسالتها عن اختها ابتسام وجوزها محتاجين يساعدوه نفسيا من بعيد لبعيد عشان رافض انه يروح لدكاتره طب تفتكروا ايه اللي يخلي اهل يبقوا بالاسود دي على ابنهم لحد ما يحولوه انسان تاني كان متدين كان بار بيهم بقى مريض بيقول لو شفت امي متقطعه حتت على الطريق مش هلمها طب هو رافض يروح دكتور نفسي طب ازاي ممكن يتعالج من بعيد لبعيد تفتكروا ممكن يرجع تاني زي ما كان اسئله كتير قوي في حكايه ابتسام وجوزها هنحاول نجاوب عليها بس بعد الفاصل استنونا. قصتنا النهارده عن تحول يخوف غير حياة جوز ابتسام 180 درجة بدل ما كان إنسان متدين بيعرف ربنا وبار بأهله ما كانش بيطيق يجيب عليهم سيرة وحشة بقى فجأة واحد تاني قلبه مليان كره غضب ناحيتهم لدرجة أنه بيقول لو شفت أمي متقطعة حتت على الطريق مش هلمها ولو أبويا وقع في ضيقة واحتاجني عمري ما هقف جنبه بقى هو اللي بيتكلم عليهم كلام يعني كلام صعب جدا مع الناس الموضوع بدأ لما جوز ابتسام مر بظروف ومشاكل ماديه في حياته كان عايش مع والده ووالدته واخواته في بيت عيله احتاج لاهله خذلوه ما وقفوش جنبه بهدلوه وذلوه فنقل من عندهم راح قعد بره عشان يحافظ على كرامته مشي من عندهم ما حدش يوم سال عنه لما الظروف ضاقت بيه اكتر اضطر ان هو يرجع تاني يعيش في بيت العيله رجع وهو مكسور ما بقاش عنده ثقه في اي حاجه زاهد كل حاجه بقى مبهدل في لبسه مش عايز يعرف حاجة حتى عن بيته أو مراته أو ولاده بيبات برا البيت من غير ما يعرف أي حد منهم هو بيت فين بيعمل إيه محدش عارف حتى الصلاة ما بقاش يصلي مش عايز يأكل مش فارق معاه حاجة كل حاجة بايظة عنده في البيت مش عايز حتى يعرف مشاكل عن حد عايز بس يقعد يضحك ويهزر ويتكلم والناس تسمعه بقى مريض نفسي مش عايز يروح لدكاتره مراته نفسها تساعده عشان يطلع من الحاله دي بس مش عارفه تعمل ايه عشان كده منورنا ومشرفنا النهارده دكتور محمد محمود حموده استشاري الطب النفسي عشان نشوف هنعمل ايه ازيك يا دكتور حمود ازيك يا سيدي اخبارك ايه الحمد لله انت اخبارك ايه الحمد لله هتعمل ايه في قصه النهارده هتشد ولا هترخي مش عارف انت رايك ايه نرخي مش رايك نتعاطف مع الراجل ده ولا ان انت حاسس نهجمه. ان في حاجه ورا معاملته دي لا يعني هو عمل لاهله حاجه فعمله كده صح ممكن هو في اهل بيبقوا وحشين كده من غير حاجه ما هو اصل التفاصيل برضو مش كتيره في القصه يعني هو مش عارفين هم عملوا ايه فعشان كده قلبوا على بعض القلبه دي مم. في حد عمل حاجه في التاني فقلبوا على بعض القلبه دي مع ان كانت علاقتهم كويسه في يعني الأول. احنا على فلوس مش عارفين برضو ما هو القصه ناقصها تفاصيل لكن مم. اللي باين في القصه ان الراجل ده دخل غالبا في ادمان نعم غالبا هو بيصلي وبيعرف ربنا ومتدين صل.. و... ما بطل يصلي بطل يصلي <applause> عشان هم خذلوه طيب ما هو بطل يصلي ما بقاش مهتم ببيته وعيلته ادمان ايه مهتم بحد اه ما لا. بقاش مهتم بحد بيغيب بره البيت كتير فاهماني بس اللي بيعرف ربنا يعمل كده كل كده ما بطل يعرف ربنا هو كان بيعرف ربنا وكان بيصلي قالت لك انه بطل يصلي وبطل يعمل كل حاجه مم. فغالبا هو في حاجه في القصه خلت الراجل ده يدخل في سكه الادمان او انه بقى القصه اللي حصلت خلت عنده اللي بنسميه الاندفرنس او اللامبالاه فبقى شخص سلبي جدا وقرر دي بتيجي إنه... من ايه بقى فن اللامبالاه ده اللي كلنا بنقعد نهزر عليه على الفيسبوك وبتاع احنا عايزين نتعلمه ده حلو صح اه اه بيجي آه. ازاي بقى فن اللامبالاه ده بس إزاي. دي مش حاجه حلوه انت شايف ان دي حاجه حلوه جدا يعني في القصه دي هو لما بقى غير مبالي احنا عندنا احتمالين زي ما قلنا انه مدمن مخدرات او انه غير مبالي م. لما بقى غير مبالي ده بقى كده بقى مرتاح البقاء للغير مبالي، البقاء للبردين، دايما أيوة. بيقول لك كده. أه هو بقى بارد. اه ده ج... بيقول لك ده جميل ما يقولوش ولا ضغط ولا سكر ولا قلب. ده الراجل زي الفل كويس، لكن يعمل ايه؟ لا يبقى كويس مع اهله، يعني حتى لو انت بارد خليك كويس. ما هو بقى بارد مع اهله، مع اهله اللي تعبينه. بس هو عنده شويه مشاعر لسه. فهو بقى بارد مع اهله بالتحديد. طب هو في حد مهما اهله كانوا وحشين يقول لك انا لو شفتها متقطعه مش هلمها ولا ده يعني بي بيبور اه اكزاجريشن. بيقور اه اكزاجريشن. بيقور <applause> عندنا اللي هو انا لو شفته حتى مش اعبره يعني بيهول اه بالظبط مصطلح شائع عندنا لكن هو فعلا لو شافها ميته مش هيهتم؟ لا هيهتم طبعا بدليل انه رجع يعني وقعد معاهم في البيت تاني ولا ده حب زياده احنا ساعات لما بنحب حد ممكن ندي عليه لما يغزنا لا يعني مثلا حد يحرق لك دمه يا رب احرق له دمه زي ما بيحرق لي دمي بس آه. انا بحبه فاهم؟ ما هو هو بيحب مامته اكيد وبيحب اسرته اكيد وما زال آه. بيحبهم بس الموقف اللي هم عملوه صدمه والصدمه اللي هو تعرض لها ده دخلته يا في سكه الادمان يا يعني دخلته في سكه اللامبالاه حولته لشخص سلبي غير مبالي بالاحداث وغير مبالي باللي بيحصل غير مبالي ده مريض وغير مهتم اه غير مبالي ده مريض دي حاله مرضيه طبعا الاندفرنس ده حاله مرضيه مش فارق معاه حاجه مش فارق معاه انه يبقى كويس ولا وحش مش فارق معاه ياله عايشين ولا ميتين مش فارق معاه حد خالص هو غير مهتم ما بيسالش على عياله وهي بتقول لك حتى في القصه ما على عياله مش مهتم يعني؟ يقول لها اتصرفي لا غير مبالي غير مهتم تمام لفظ غير مبالي ده او غير مهتم ده او الاندفرنس اللي بنقول عليه ده ممكن يبقى ليه اسباب نفسيه وممكن يكون ليه اسباب اجتماعيه وممكن يبقى ليه اسباب مرضيه قولهم لي بقى فمثلا المريض الاكتئاب بيخش في مرحله بيبقى فيها انديفرنس يعني الحزن الاول وبعدين ممكن يوصل بيه الحزن انه يبقى عنده الحياه اندفرنس مفيش مشاعر ولا هو زعلان ولا هو فرحان يعني مش اللي هو الاكتئاب اللي بيبقى فيه حزن لا هو ولا زعلان ولا فرحان بيفقد ولا فاقد الشغف مع... اه ولا فارق معاه حاجه فاقد الشغف زي ما أيوة. انت بتقول كده بالظبط يعني عايش كده اللي هو بالظبط ولا فارق معاه مع حاجه خالص آه ده الاكتئاب المريض مم. الفصام نفس الحكايه مريض الفصام بيبقى عالي جدا في الاكتيف فيز في المرحله النشطه وبعدين لما يخش في ريزيديوال سكيزوفرينيا او الفصام المتبقي يبقى مش فارق معاه حاجه مم. يبقى غير مبالي فتلاقي مريض الفصام ده ما بيستحماش وقاعد كده على جنب ما بيقومش غير هدومه ما بيذاكرش ده, ده اسمه ما حاجه, حاجة مش مش بيستحملش <applause> ده <فصوم> ما بيستحملش ده <applause> مريض فصام ما بيستحمش اه <applause> مريض فصام ما بيستحماش اه فهو بقى غير مبالي لاي حاجه غير مهتم لاي حاجه اي, حاجة أي حد بيضرب اي حد بيتخانق مع اي حد تلاقي مريض فصام قاعد في جنب ملوش دعوه لو دخلوا وسرقوا البيت هو قاعد مش هيقوم يدافع عن ده مش انطوائي هو عنده ده هنا ده هنا مريض فصام لا ده الاعراض السالبه بتاعت مرض الفصام <applause> <applause> الاعراض السالبه بتاعت مرض الفصام تعمل كده الاكتئاب يعمل كده خدي بالك بقى أنه تناول تناول العقاقير او المخدرات يعمل كده فيدخله برده في اللامبالاه دي فممكن يكون عشان كده انا بقول الراجل ده دخل في تعاطي مخدرات غالبا. الحاجه الاخيره بقى الظروف الاجتماعيه اللي ممكن يمر بيها شخص وانه يتصدم في اقرب الناس دي ممكن يحوله لشخص غير مبالي، غير مهتم باهله وغير مهتم بالواقع بتاعه. طب رجع تاني ليه لما هو مش مهتم؟ ما هي هو رجع عشان مضطر يرجع. يعني هو رجع عشان هو مش لاقي يصرف بره وعشان ما حوش فلوس ومش قادر يشيل مسؤوليه لوحده، وهو اتعود يبقى اعتمادي بالمناسبه هم مع بعض طول الوقت في بيت عيله. طب فبيت إيه؟ العيله ده معرفش انت تعرفي ولا لا في المناطق الشعبيه، بيت العيله ده مش كل واحد شقته. امال بيت العيله ده يعني كلنا بنحط في البيت بيتعمل الاكل عند الاب تحت وعند الام تحت. وكلهم ينزلوا ياكلوا لا ده في بيوت عيلة اياك اشوف حد طالع لي ولو ايه اللي حصل فاهم لا ما ده مش بيت عيلة يأكل... تكلموني قبل ما تطلعوا ده مش بيت عيلة، <applause> بيت العيلة في المناطق <applause> الشعبية المقصود بيه كده ان هم بيحطوا فلوس في البيت، <مم> كل واحد بيدفع بيشتغل وبيحط فلوس في البيت <applause> وواحدة هي إيه اللي تطبخ فعشان كده اه الطبيخ التلاتة يا مرطات لو هم ثلاث صبيان مثلا الثلاث مرطات ينزلوا يطبخوا عند حماتهم تحت وهكذا والاكل صعب يعني قوي دي في ده فين البرايفسي ده وفين الخصوصيه في, 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 المناطق الشعبيه في مصر آه. بيت العيله كده ما خصوصيه انا فاكره ان اخرهم مثلا عندك بصلايه طب اديني ليمونه لا عند بعض ونقعد مع بعض بيت العيله كده في, في, المناطق الشعبيه مم. فما فيش خصوصيه وعشان كده هو لما بدا يبقى عنده مشاكل ماديه هم ما شالوهوش فاضطر ياخد بعضه ويمشي عشان يحسسهم انه ايه طب انا هبعد عنك اهو واحنا لما نعمل في اهالينا كده ونعاقبهم بالهجر ايوه ده بيجيب نتيجه اه هنا بقى جاب نتيجه مع الاهل دول لا طب طيب انت هتصدق على حاجه يا دكتور هتصدق اه هتصدق بقى في حاجه بس هقول لك على حاجه يعني اللي انا بقوله ده دلوقتي ممكن يبقى مرحله من مرحله العقوق يعني بيقول لك لو اهلك بداوا يتكلموا معاك باللين وخايفين انك تزعل تبقى عاق يعني بيحسسوا في الكلام ده انا بقول لك بقى في بقى ناس اللي هم انا دايما بقول في مصطلح كده اسمه يعني مع احترامي بس اسمه مرمطون العيله ده بجد بيتبهدل من العيله كلها وأبوهم ويطلعوا فيهم غضبوا وشفت إخواتك عملوا إيه وإيه, 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 وإيه وده دايماً ما بيحبوش زي التاني اللي بيعاقبهم ويبعد وما يكلمهمش ويتقمص بالأسابيع هما دول اللي بيبقوا أحسن؟ لا مش بيبقوا أحسن ولا دول قلبهم جامد لا خلينا بس نتفق على حاجه ها. انه هو عودهم على انه يهجرهم وهم عودوه على انه بنصالحك لما تهجرهم اه بيخافوا منه. بيخافوا منه بيخافوا منه فبيروحوا يصالحوه عشان هو بيعمل كده بيتقمص وياخد جنب فيروحوا يصالحوه الحكايه دي بتبدا من الطفوله بالمناسبه فتلاقي الطفل كده وهو صغير بيقوم رايح في جنب عشان هو مقموس فالام عشان الواد زعلان تقوم عامله له اللي هو عايزه او تروح ضربه كبير عشان الصغير مقموس اه فيتعود طول الوقت ان آه. هو بيتراضى من الام طبعا فيبقى طول الوقت بيستخدم الحكايه دي انه بيتقمص عشان يصلحوه اللي هو زي ما بنقول كده بيستغلهم عاطفيا او بيعمل ابتزاز عاطفي طبعا برافو عليكي ابتزاز عاطفي فالابتزاز العاطفي ده بيجيب نتيجه مع ناس ومع ناس تانيين لا طب تفتكر ده رقم في كام في اخواته؟ ده الكبير صح اعتقد ان هو هيبقى كبير آه. الكبير اه الكبير ده اللي هو دايما ملوش لازمه آه. ده اللي لا كانوا بيجربوا فيه ده اللي بيشيلوه مسؤوليه لا أيوة. والله العظيم ده اللي بيشيل مسؤوليه اخواته بعد كده ده اللي بيتبهدل لما اخواته يغلطوا ده الكبير ده ده بيتبهدل على فكره هو الكبير ممكن يبقى كده آه. ممكن يبقى الوسطاني هو اللي كده يبقى الكبير ده مش ده ده ملو يعني ملوش يعني مالوش اي دور في العيله آه. مش على فكره في حاجه اسمها متلازمه الطفل الاوسط بالمناسبه ايه بقى الطفل الكبير ليه في اغلب البيوت ليه شنه ورنه وبالذات لو ولد ان هو ده الراجل العيله ده مكان ابوه ده اللي بنعتمد عليه والام تبقى شايفاه راجلها وبتاع والصغير زي ما انت عارفه ده اخر العنقود الدلوعه بتاع يعني لما <applause> إيه حماده يغلط او بيتعلم اه <applause> فاللي في النص ده بيبقى واقع ولا هو واخد مزايا كبير ولا هو واخد مزايا الصغير ولا واخد اي مزايا دول ف... فعلا بيبقوا ساعات عندهم مرض نفسي يا حرام اللي لما في الوسط دول, بيت... دول اه متلازمه الطفل الاوسط دي مشهوره جدا عشان الطفل الوسطاني ده بيبقى عنده مشكله انه حاسس انه ضايع حقه ما بين الكبير وما بين الصغير ممكن جوز ده كده أو ممكن طبعا فيحاول يثبت نفسه بانه يشتغل ويبذل مجهود اكتر فممكن يبقى متفوق جدا او يحاول يثبت نفسه بانه يبقى صايع وبلطجي او يضرب اخواته ف... ف... ما هو يبقى صايع وبلطجي يضرب الكبير اه <applause> ف... فهو عنده حاجه من الاثنين لا يتميز جدا عشان يبان في وسط الكبير وفي وسط الصغير لا يفشل جدا عشان برضه يبان في وسط الكبير الاغلبيه وفي وسط في مجتمعنا بيبقوا ايه لو تقدر لا بيتفوقوا الاغلبيه مقط... اه الاغلبيه البقاء في... للطفل الاوسط اه الطفل الاوسط غالبا بيبقى طفل بيكبّد جدا مشاعره لانه ما بيلاقيش حد يهتم بيها وغالبا بيحط ده في انه يتفوق في حاجه بيعمل حاجه قلناها قبل كده اسمها السبليميشن او التسامي فيبدا يتسامى عن انا ازاي وعن رغباته ويركز في الايه في الحاجة اللي بيعملها، فيتفوق جدا دراسيا أو يتفوق جدا رياضيا، ده غالبا عندنا في المجتمع بتاعنا كده، ساعات بقى لا يخش في الناحية التانية، فيخش في اضطراب السلوك اللي هو الكبير مؤدب والصغير مؤدب، فهو عايز يبان بشكل مختلف، مم. ومش عارف ينافسهم أنا هضربهم هما الاثنين أه مش عارف ينافسهم في الأدب، مم. فيبقى قليل الأدب عشان يبان في وسطهم طب تفتكر بقى جوز ابتسام ده ممكن يبقى وسطاني صح؟ اه ممكن يبقى وسطاني وممكن يبقى طفل اصل الكبير هيعتمدوا عليه ومش هيعرفوا يعيشوا من غيره اه صح الوسطاني ممكن ايه يخرج منهم كده عادي صح فعلا. طب هما بقى لما ايه لما سابوه يمشي ورجع تاني والراجل لما بيتكسر بيحصل له يا دايما يعني يقول لك الا قهر الرجال يعني بلاش قهر حتى ربنا وصانا عليه قهر الرجال ده بيعمل ايه آه الراجل بيبقى حاسس بايه قهر الرجال من مين برضه من اهله استني بس قهر الرجال من آه. الست هو ده اللي صعب ليه بقى؟ عشان هو المفروض قصادها هو الراجل مم. واحنا اتفقنا قبل كده ان العلاقه ما بين الراجل والست خصوصا العلاقه الجنسيه فيها دومينانس يعني لازم يبقى في حد حاسس برجولته قصاد الست آه بالظبط كده ليه الابر هاند وحاسس برجولته قصاد الست فيعرف يبقى في علاقه ما بينهم لو احنا قلنا الابر انه ليه هاند يعني هو اللي يطلب على طول مش هي اللي تطلب؟ مش شرط مين اللي يطلب لكن آه الفكره في ان هو يبقى باين وعنده احساس بذكورته قصادها لكن مم. مم. لما هي على دماغه طول الوقت مديه على دماغه طول الوقت, الوقت. عمله له حاجه اسمها كاستريشن أيو. اللي اللي هو آه الاخصاء النفسي مم. فهو مش حاسس أصلاً انه راجل فمش هينجذب ليها جنسيا <applause> اه وهتبقى العلاقه ما بينهم آه علاقه فاشله فقهر الراجل من مراته حاجه غير قهر الراجل من اهله طب ما اهله بقى بيعمل ايه؟ آه. الموضوع بيبقى صعب ولكن طول الوقت بيلتمس لهم العذر غير مراته مراته ده يعمل له زي ما بقول لك آه، سايكولوجيكال مش عايز يقرب ف... ف... لها خالص خلاص اه خلص في القصه دي غير راغب فيه لكن مع اهله ما يحصلش كده مع اهله اه يبقى متضايق ويبقوا في صراع طول الوقت تنافس مين اللي قهره كمان في اهله م. لو الاب يدخل مع الاب في عقده أديب يعني, يعني يدخل يدخل... أوديب. يدخل في تنافس مع الاب على دور راجل البيت وخصوصا أنه هو الطفل الكبير ففي أمهات كتيرة بتعمل كده بتبقى بتولد التنافس بين الأب والابن الأكبر لا عشان الأب بيبقاش موجود, موجود فتقعد تسأل ابنها على لبسها على شكلها مش لازم على شعرها مش لازم الأب يبقى مش موجود ممكن الأب يكون موجود بس مش مالي يعني عين الأم أو الأم بدأت تستعيد بالطفل الأكبر عن الأب آه. تمام فتبدا تدي الطفل الاكبر الدور فيبدا يتنافس مع الاب دي اسمها عقده اوديب اه عقده اوديب اللي بيكون فيها تنافس عشان قصه اوديب عارفه قصه اوديب لا قولها لنا يا دكتور طيب كان في بنسميها أديب كومبلكس دي قصه مشهوره جدا اغريقيه انه كان اوديب ده ابن الملك والملك الساحر بتاع المملكه قال له انه نبوءه انه هتولد مراتك ولد هيقتلك فعمل ايه خد الولد اللي مراته ولدته اللي هو ابنه ووداه في بلد بعيده عند فلاح يربيه تمام ويقال انه رماه يعني يعني ف... قصة سيدنا موسى شوية إنه هيجي ياخد منك الملك اه بس بعد. يعني اه ده القرآن ده ده, ده ف... ف... ففعلا رمى ابنه وبعدين جاء الولد ده راح اتربى مع فلاح في بلد ثانية وبقى مقاتل وبقى قوي وكده وبعدين نزل حاجة مخلوق اسمه أي مخلوق ليه راس إنسان وجسم حيوان بنسميه سفينكس مم. فنزل سفينكس ده وألحق العذاب بالبلد و سفينكس هو اللي قتل الملك. ما اتحققتش النبوءة بالمناسبة، سفنكس هو آه. اللي قتل الملك. فجاء الوزير وقال اللي هيقتل سفينكس هنجوزه لإيه؟ الملكة. فـ اللي, اللي هي مامته؟ اللي هي ما هو ما يعرفش بقى إنها مامته ما هو أوكي وما يعرفش إنها مامته. فهنجوزه الملكة. آه. فكذا آه... كذا واحد حاول يقتل سفنكس بس ما عرفش يقتله وجاء أديب عشان يقتل سفنكس فسأل سفينكس السؤال المشهور اللي يبني. هو مين هو الكائن اللي بيمشي على أربعة وبعد كده على اثنين وبعد كده على ثلاثة فرد عليه وقال له الإنسان في أول حياته بيمشي على أربعة وبعد كده بيمشي على اثنين بيمشي على ثلاثة بالعكاز فذهل فزهل سفينكس ومات اوه <تصفيق> <تصفيق> بس حلوه الحاجات دي والله انا بعمل الاساطير دي ويتجوز, ويتجوز زي. الملكه اللي هي مين اللي هي امه دي القصه الصح القصة الشائعة بقى اللي اتاخد منها قصة أوديب إنه لأ كان في حرب ما بين البلد اللي راح تربى فيها أوديب وحرب ما بين وقتل بابا بقى آه ما بين أيوة فجاء وقام قتل بابا طب في حاجة الملك اللي هي الأم بس العلم ما بيقول بس القصة دي غلط القصة بتاعت سفينكس دي اللي صح الكصة هي اللي صح طب أنا عايز أسألك على حاجة بيقولوا عودة أوديب دي لما تبقى واحدة عايزة تتجوز واحد في سن باباها عشان مش وجود الأب أو ليها حاجة تانية اللي هو مش عارفة بيبص لواحدة بدل مامته هو أه طيب عايز ام اللي انت اللي انت بتحكيها دي أوه. اسمها عقده الكترا لما البنت تبقى عايزه تفوز احنا بالاب عكسينها. اه لما البنت تبقى عايزه تفوز بالاب دي أوه. اسمها عقده الكترا ولما الطفل يبقى عايز يفوز بالام آه يبقى دي عقده اوديب يا لما حد يبقى عايز ام مش زوجه بنقول ده عنده عقده اوديب اه بالظبط كده ايوه وخدي بالك انه آه التنافس هنا التنافس ده اللي اوديب الكومبلكس بتبدا في الطفل يعني فرويد لما وصفها وصفها في الاطفال في م. النمو النفسي للطفل انه الطفل بسبب انه الاب بياخد الام فهو بيحس بياخد الام منه اه طيب. فهو بيحس انت بتاخد امي م. فانا بتنافس معاك على وجود الام فالاب لان هو الاقوى يبدا يقهر الطفل طيب. فالطفل يبقى في تنافس بينه وبين الاب دي اسمها عقده اوديب تنتهي عقدة اوديب في النمو النفسي للطفل بان الطفل يتوحد بالاب فاهماني يعني يتوحد, يتوحد بالأب. بالاب يعني الاب يبقى هو النموذج والقدوه ويسيب له الام يتنازل عن الام اه يعني ده النمو النفسي السليم للطفل آه. ان الطفل هيتوحد بالاب وهيتنازل لل للاب عن الام م. طيب لو فضل مصر على الام والام ساعدته في الاصرار ده م. هنا عقدة اوديب ايه مكملة ما هي المفروض تتحل بتوحده بالأب لكن لما يبقى المكمل الأم بتساعده ومازال بينافس الأب وبتفضل الطفل الولد على الأب ففي الآخر مين اللي انتصر في الحرب دي الطفل الولد فعقدة أديب إيه تفضل مكمل. مكملها العكس بقى عقدة إلكترا طب تفتكر الأم والبنت دي عقدة إلكترا. أه. إلكترا اه دي اللي بيقعدوا بقى يغيروا من بعض وده بابا بيجيب لي وما بيكلمكيش ويخش الحبيب قلبك والجو جو صعب قوي طب هو هو يعني إيه ده؟ يعني إحنا في في ناس في مجتمعنا كتير بيعانوا من الموضوع ده بس دايما بيقول لك لو الست خدت جوزها على إنه ابنها قبل ما يكون جوزها كل مشاكلهم هتتحل ده حقيقي؟ يعني خلينا نتفق لا انا مش جايب اموال الرجاله والله. آه, اه اه بس الرجاله <applause> الرجاله اطفال يعني اطفال كبار احنا مالنا في يا جماعه ما تكبروا بقى بعيد عننا والله <applause> احنا فينا اللي مكفينا يا هي... الله والله كل ما قدرتها على الاستيعاب تبقى اكبر <applause> كل ما كبر دماغها اكتر كل ما فرصتها في الفوز هتكتر كده... عشان كده احنا, احنا اتكلمنا قبل كده في انه لو الزوجه اكبر من الزوج هل ده مناسب اه على فكره احنا قلنا قبل كده انه اه ينفع الزوجه تكون اكبر من الزوج وقدرتها على احتوائه هيبقى احسن بكتير من ايه من لو هي من سنه او اصغر منه اه يعني ايه احسن ان تبقى اكبر مني؟ مش احسن هو مش احسن هي دي زيجات بتنجح لان قدرتها على احتواء ساعتها بتكون اكتر هي بتتعامل معاه زي ما انت قلت او بيجي لها ويخلقها نعم. ضيق خالص بتبقى مش قادره والله والله العظيم يعني عايز اقول لك الواحد كل ما بيكبر خلقه بيضيق ده حقيقي ولا انا اللي بقول كده ولا دي دراسه انا عملتها انا واتنين زمايلي يعني كل ما بتكبر بتبقى خلاص مش قادر تكبر دماغك هو عندك حق فعلا هو كل ما بنكبر كل ما ما عندناش خلق ان احنا نخش في تفاهم وان احنا نكبر دماغنا صح احنا اه هو طب انا لو عايز اسالك دلوقتي يعني مثلا ابتسام في, في العشرينات هي دي اتجوزت وعندها كام سنه؟ اتجوزت غالبا وهي اصغر من كده بكتير وهي مثلا عندها 16 حاجه كده هو الجواز المفروض يبقى المناسب من سن كام لو احنا فى زماننا دلوقتى بقى المفروض في الثلاثينات احنا قلناها برضه قبل كده لا والله قبل. لا ما احنا هنا. أقولك آه ما هو اقول لك على حاجه معناها جايه من هناك وبقول لك اهو آه لما بتتجوز وانت كبير بتبقى خلاص يعني انت خلاص اتعودت على العدل لوحدك ولما تتجوز وانت صغير بتطلق بعد شويه اه بتزهق وانت صغير بتطلق <تصفح> بعد شويه انت فقدت الشغف نحن... فعلا انا يا عم بقعد لوحدي ومبسوطه انت تيجي تعمل لي في حياتي احنا برضه قلنا ان احنا بنقول سن الثلاثينات مش عشان هو سن لكن عشان دي المرحله اللي المفروض الشخص بيوصل فيها للنضج فما هو لو نضج مش هيتجوز يا حموده I wouldn't it by it said no the ناضج عاقل رش عارف اللي هو رشيد هيقول لك انا مش عايز لما ينضج هيقرر انه الشخص ده مناسب ليه فيكمل صح وبرده في اوقات كتيره لما بينضج بس كويسه جدا لما بينضج بيرفض الجواز ساعات كتيره الجواز ده نعمه الجواز الست اللي خلتني كده انا مش ده رايي انا بوقعك طب دلوقتي لو احنا عايزين نعالج انا عشان توقعي ايوه عشان اوقعك بس لو احنا عايزين نعالج حد مريض نفسي ومش معترف ان هو مريض نفسي بنعملها ازاي؟ طيب هو المرضى النفسيين نوعين مريض ذهاني او مريض عصابي يعني المريض إيه ده العصابي بالراحه فاهمك المريض العصابي ده اللي هو مريض عنده اكتئاب عنده قلق فهو عنده استبصار بالمرض وقدرته على الحكم على الامور جيده تمام <مم>. ده اللي بيجي للدكتور برجليه وده اللي بيطلب علاج تمام <مم>. ده المريض الايه العصابي بنسميه نيروتيك المريض السيكوتيك ده المريض الذهاني السايكوباتي يعني لا السيكوتيك اللي هو السايكوتك عنده اعراض ذهانيه زي مريض الفصام زي مريض التراب الوجداني في نوبة الهوس المريض ده ما عندوش استبصار بالمرض وقدرته على الحكم على الأمور صفر فالمريض ده محتاج ان احنا ناخده من ايديه غصب عنه ونوديه نعالجه فاحنا اغلبيه الشعب اول ما بيشوف حد كده انت مريض يا مريض روح اتعالج يا مريض فيخليه ينتكس خالص طب تعرف احنا بنعمل كده مع بعض يعني كل الناس بس تلاقي حد بيعمل حاجه غلط يا مريض طب خليني اكمل لك بس <applause> فاغلب المرضى يعني روتيك يا سايكوتيك او الحاجه الثالثه اللي هو بيرسوناليتي أوردر اضطراب الشخصيه اضطراب الشخصيه شخص متكيف مع نفسه بس اللي بيعاني هم اللي ايه اللي حواليه اه والله هو شايف. ما شايف. والله شايف. احنا كلنا بنعاني يعني والله ما شايف النرجسي الناس ما هو ما بيعانيش هو شايف نفسه كويس والناس اللي حواليه اللي متضايقين الوسواسي نفس الحكايه مم. وزيهم بالظبط المدمن لان احنا قبل كده قلنا ان الادمان في اساسه هو اضطراب شخصيه مم. يعني لازم يكون اضطراب شخصيه اعتماديه اضطراب شخصيه حديه او اللامبالي او البارد يقول لك انا شخصيه سهله جدا والناس كلها عماله تعيط كل ما تتكلم معاه تعيط ومش حاسس خدي بالك بقى هنا القصه بتاعتنا بتاعت النهارده الشخص اللامبالي ده يحتاج الى علاج ولا لا يحتاج الى علاج بس يعني هو... ده جوز بتسمى محتاج اه بس هل هو هيروح يتعالج لا, لا طب. طب وهي لو عرضت عليه علاج هيرضى لا م. طب هي حاجه واحده عايزين نتاكد منها الراجل ده مدمن مخدرات ولا لا لانه لو مدمن مخدرات يبقى لازم يتعالج غصب عنه هتعرف من هي الست ممكن تعرف ان جوزها مدمن اه طبعا هي بتعرف ان هو اذا كان بيعرف واحده ثانيه ولا لا بس آه. هل هي بتلقطه وهو مدمن اه اه بالعكس ده هي تلقطه وهو مدمن اسهل من تلقطه وهو يعرف واحده ثانيه لا لا, لا العلمك دي اسهل مليون مره وتلاقي الحاجات بتقع ايه في ايدي كده ومن غير ما انا ادور وراها <applause> ورا حد وهو مدمن وهو مدمن سيجاره الحشيش هتقع هتقع حبايه هتشوفه هو بيخبي حاجه الفلوس هتبقى مش مكفيه مع انه بيكسب كويس هيبان عليه انه هو مش مش فايق ومش مركز زي الاول او عصبي زياده عن اللزوم بدون سبب في بنات بتبقى مقفله قوي عمرها ما هتعرف النوم عنده مضطرب يعني في بنات بتبقى مقفله قوي دكتور ما بتعرفش تعمله بقى تحليل م. مخدرات، تقول له بقى انا هاخدك من ايدك دلوقتي في راجل سوي آه. هيرضى ان مراته ولك مامته ده مامته مامته تضربه وتقول هيرضى ان مراته تعمل له تحليل مخدرات ويكمل معاها؟ اه والله لو هو بيحبها هيوافق عشان يكمل طبعا لكن هو هنا هو غير مكترث حتى ليها، هو غير مهتم بيها، هو م. مش فارق معاه حاجه، هو عنده لا مبالاه زي ما قلت لك سببها الصدمه اللي تعرض لها يا سببها انه بدا يبقى مصاب بمرض نفسي سواء اكتئاب او قلق او فصام او سببها انه بتعاطي مخدرات وانا اميل انه بتعاطي مخدرات طب هي دلوقتي تعمل ايه يعني هو اهلها قالوا لها تعالي هو تصرف الاهل بيبقى كويس لما يقولوا لي مثلا سيبيه بيت جوزك وتعالي اصل دايما يقولك لك لا دول خرابين بيوت طب ما هو في حاجات ما, ما فيهاش ودايما في اهل بتيجي على الزوجه يا ستي كملي وعيشي وبتاع ويعيني يقول لك اصل ناس ولاد اصول هي دا مش ده الاصل على فكره فين بقى الاهل في القصه اهله هو اهلها هي اهلها هي ما هم قالوا لها تعالي اقعدي عندنا دي دي, دي اختها اللي بعت القصه ايوه فين الاكشن اللي حصل قالوا لها تعالي وسيبيه قالت لهم لا امال هيعملوا ايه بقى هو ده المفروض الاهل تبقى ايوه تعالى بقى الاهل يعملوا ايه عشان ما نرجعش نقول اصل هم مش ولاد اصول قول لي بقى الاصول, الأصول والعقل الأصول بيقول ايه الاصول انه يجيبوه ويقعدوا معاه ويقولوا له ايه اللي حصل لك ولا يروحوا الاهل نفسهم يقولوا ابنكم بيقول عليكم 1 2 3 4 الاول هو احنا جوزناك بنتنا عشان انت راجل مصلي وبتعرف ربنا اه ما بقتش احنا جوزناك بنتنا عشان انت عارف المسؤوليه ما بقتش انت جوزناك بنتنا عشان انت بر باهلك ما بقتش ايه اللي حصل؟ واحد اثنين ثلاثه ما هو باباه هيجيبه و هيجيبه. هيجيبه ويقعد ويتكلم معاه مم. ويتاكد انه مش بيشرب مخدرات ويقول له طب تعالى نروح نعمل تحليل عشان نطمن ان انت بتشرب مخدرات ولا لا مم. فاهم طلع ما بيشربش فعلا مخدرات فهنا الظرف الاجتماعي اللي مر بيه هو اللي عمل فيه كده يبقى احنا محتاجين ان احنا نعالجه من الظرف الاجتماعي والاب ده يبقى ليه دور ابو الزوجه يبقى ليه دور ان يقعد مع ابوه بقى ومع امه بقى ويقول لهم انتوا عملتوا كده ليه في ابنكم هو ويتكلم معاهم هو متضايق منهم لدرجه ان هو مش فارق مع اهله مع انه كان بيدافع عنهم مع قبل كده أيوة مع ايوه مع ان في رجاله بتستخدم ان دي تبقى وسيله ضغط لو هي مش كويسه مع اهله يعاقب الصمت العقابي طب ما هو في الاول كان بيعمل كده انت هيربيها مش في الاول كان بيعمل كده آه؟ وكان بيتضايق لا بس الاول برده ما كانش شديد بس لو جابت سيره اهله لا هي قالت لك انه كان بيتضايق ويزعق ويقول لها ما تجيبيش سيره اهلي عندكم في البيت وما تطلعيش اه ما تطلعيش أ... ده عادي طيب يعني هو الاول كان كده وبعد مم. كده بقى غير مبالي وغير مكترث باهله تماما وما بقاش فارق معاه اهله وزي ما قال لك كده لو شفتها متقطعه مش 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 هلمها ومش هعمل مش هعمل حاجه مم. طب هو بيعمل كده ليه وبيقول كده ليه الصدمه اللي هو تعرض لها بسبب ان هم ما وقفوش جنبه كانت كبيره عليه بس هل الصدمه دي دخلته في مرض نفسي ده سؤال مم. تاني عايزين نشوفه يعني هل هو دخل في اكتئاب ممكن هل مم. هو بعد الصدمه دي دخل في فصام ممكن فاحنا عايزين نفهم هو الراجل ده ايه اللي حصل له عشان كده الراجل ده محتاجين ان احنا نقعد معاه و او انه ابوها يقعد معاه ويساعده انه يروح لدكتور نفسي طب لو قال لا مين اللي قال لا هو المريض نفسه خلاص اللي هو هي, هي هتكمل في ايه هي بتكمل في ايه هي مكمله في ايه ده البيت ما فيش بيت اصلا يعني انت بتقولها تتطلق لا ما بقولهاش تتطلق امال ايه لازم تاخد خطوه ما إيه بقولهاش تفضل قاعده حاطه ايديها على خدها مستنيه ما ربنا يهديه العقاب هيجيب لنفسه. نتيجه لو هي سابت له البيت ويفوق لنفسه لا انا مش عايزه تسيب له البيت انا عايزه عايز ايه أبو... قول صريحه بقى ابوها يروح ها. يتكلم معاه وبعد ما يتكلم معاه يتكلم مع اهله عشان نضع حد للوضع ده لكن احنا ساكتين وسايبين البنت وسايبين عيالها وعادي واقصى حاجه عملتها اختها بعت رساله انا شايف ده مش حل انا حاسه بقى انه اهلها ام موجوده مثلا ممكن يكون الاب متوفي فهم لا حول لهم ولا برضه هنروح نتكلم مع الام نشوف مم. هي عملت كده ليه وهو ليه قلب عليهم القلب السوداء دي ايه اللي حصل ما احنا محتاجين نفهم ويتعمل له تحليل مخدرات لان انا بقول الراجل ده دخل في تعاطي المخدرات المخدرات دي مشكله اه اه في العياده أقولي. اه طبعا طبعا كتير وعايز اقول لك انه بس بيجي في المرحله الاخيره بقى يعني هو بيجي في مرحله القاع بقى لما يوصل آه انه خلاص يعني هو في اول مرحله تعاطي المخدرات بيبقى مش فارق معاه هو حاسس انه انا مش مدمن انا ما باخدش مخ عادي انا يوزر الكلمه المشهوره انا يوزر عادي لو واحده قالت لك دلوقتي هو ده اخر سؤال بقى اختم بيه معاك قالت لك انا هتجوز واحد كان متعاطي المخدرات بس بطل بقاله قد ايه بطل بقاله ست شهور سنة. لا لا ما ينفعش هو انت عايزه مبطل قد ايه عشان هو يعني. <applause> انت عارفه ان احنا بنفضل نحسب لمتعاطي المخدرات بال11 او 12 سنه يقول لك انا متعافي انا اكس ادكت بقالي 11 سنه وما تتجوزوش برضو ولا تتجوزوا ايه؟ ما 11 سنه دي هيبقى داخل في الاربعينات يا ايوه حضرتك اه بس هو هو كده احنا بنحسب لهم سنين ما فيش حاجه اسمها بقاله ست شهور ست شهور ده ينتكس غالبا ست شهور ايه شفتها اه في تعاطي المخدرات في تعاطي المخدرات اقل حاجه عشان اقول لها اتجوزيه ثلاث سنين مبطل ثلاث سنين ثلاث سنين مبطل اقل حاجه عشان لها هتجوزيه اقل من ثلاث سنين ده هينتكس بعد اسبوعين يعني ما تفرحيش نورتيني ثانك يو دكتور حمود ميرسي دكتور استنونا بعد الفاصل محتاجين نتكلم شويه على قد ما بنحب ناس في حياتنا نعتبرهم مصدر الأمان اللي مستحيل يخون أو يجرح بنستبعدهم تماما من أي توقعات وحشة على قد ما بنتصدم بنتكسر لما نكتشف بعد فترة أن الضربة اللي بجد ما جاتش غير منهم ده اللي حصل في حكاية جوز ابتسام بيحصل باستمرار مع كل الناس اللي بتحس بالخزلان بيكتشفوا متأخر إن الضربة اللي تموت ما بتجيش غير من آخر حد توقعنا إن هو يعمل فينا كده عشان كده الناس الطيبين اللي عارفين ربنا بيقولوا إن الحياة وإنت قريب من ربنا مش معناها إن إنت خدت حصانة خلاص من الصدمات أو مش هتتظلم لا معناها إن إنت تحس بالسلام والسكينة وانت بتعدي بابتلاء معروف تبقى مطمن والدنيا بتيجي عليك مش فارق معاك في سكينه اقرب الناس ليك تاذيك تظلمك خلاص مش فارق معاك مسلم امرك لربنا تتكل عليه وبس هو الوحيد اللي يعتبر مصدر الامان والرجاء هو الوحيد اللي بايده امر اي حاجه في الدنيا واي حد تاني لا حتى لو كان اهلك لان ربنا بس هو الضمان الوحيد وللأسف جوز ابتسام رغم أنه كان بيعرف ربنا وبيصلي بس كان فاهم أنه كل ما الشخص محترم وطيب ما بيتأذيش لا يبتلى الدنيا هتعامله بالمثل ما حدش هيظلمه أو يأذيه وأول حد خزله ما قدرش يستحمل جات له صدمة نفسية كبيرة جدا بهدلته غيرت حياته كلها غيرت كل حساباته بقى مريض للأسف فيش نصايح ولا كلام تاني يتقال في الموضوع ده اكتر من اللي قاله دكتور حموده في الفقره اللي فاتت بس عندي كده شويه نصايح عايزه اقولها لكل واحد او واحده بيمروا بخذلان او صدمه من اقرب الناس ليهم اول حاجه ما تلومش نفسك تفضل كل شويه تانبها على انك كنت طيب بتحب الخير <applause> انا ما ظلمتهمش ظلموني ليه الأسئلة اللي الواحد بيفضل كل شوية يسألها لنفسه ملهاش لازمة طب وانا كنت صح في الموقف الفلاني طب كان المفروض ما أعملش كذا طب كان المفروض أعمل كذا دوامة دوامة هتسرقك وحياتك عمرها ما تبقى طبيعية هتلاقي نفسك ان انت قاعد في زنزانة مش تخرج منها طب وبعدين اتصالح مع اللي حصل ما قدمناش حاجة تانية هي دي الدنيا في ناس طيبة جدا بتمر يعني بأزمات وفي ناس بنلاقي يطمر فيهم المعروف وناس تانية لا مشكلة فيهم هما مش فينا إحنا المهم إن ربنا شايف مطلع عارف النوايا وأكيد عمره ما هيرضى بالظلم هيعوضني وهيكرمني بطريقته وفي الوقت المناسب اوعى تفكر تنتقم هتاخد حقك بيدك وبعدين مش هتبسط كمل حياتك بشكل عادي جدا جهز نفسك ليوم هيجي وانا بقول لك اهو متاكده تقعد تشرب كوبايه الشاي على رواقه تتفرج على رد ربنا هيفوق كل شيء اي سيناريو فكرت فيه يرضيك هيرضيك اضعاف اضعافه ما تخليش اللي حصل ده يخليك مش طيب او يخليك تبقى انسان وحش ايه يعني شويه ناس ادينا لهم ثقه حتى لو كانوا اهالينا ما طلعوش قدها تقعد تقول خساره في الناس خسر فيهم الخير أو المعروف خلي اللي يتغير يتغير وخلي اللي يتغير بعد كده شخصيتك تعلم اتعلم اتعلم ملناش إلا ربنا مفيش حد تاني هينفعنا بشكركم جدا وهستناكم في حلقة جديدة وقصة جديدة بس تكون قصة حقيقية باي باي